بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مشكلة خطيرة أو مرض خطير يصيب نبات البرسيم ويؤدي إلى توقف نمو البرسيم بشكل كبير جدا. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن أعفان الجذور في نبات البرسيم. البرسيم بيحصل له أعفان جذور؟ أيوه بيحصل له أعفان جذور، وما تسمعش كلام حد يا جماعة يقول لك لا ده ما فيش أعفان جذور في البرسيم، لا ده البرسيم مش بيحتاج ازوت، لا ده البرسيم مش عارف مش بيحتاج ايه. الكلام ده يا جماعه خطأ وعاري تماما من الصحه. البرسيم يا جماعه او نبات البرسيم زيه زي اي نبات في الدنيا ممكن يعرض للاصابه بالامراض الفطريه، يعرض بالاصابه بالافات الحشريه، وكمان ممكن نقص اي عنصر الازوت ممكن يعمل لك مشكله ويأخر لك في النمو. نقص الفوسفور على نبات البرسيم ممكن يعمل لك مشاكل كبيره جدا. هنتكلم النهارده يا جماعه عن ازاي تعالج مشكله اعفان الجذور اللي موجوده عندك في البرسيم واللي بتؤدي الى توقف نمو البرسيم، وبالتالي بيقل معاك عدد الحشات او الحشه بتاخدها على وقت طويل جدا، اضافه الى بعض النباتات اللي بتموت مره في مره في مره، وبتيجي تبص تلاقي الانتاجيه عندك من الفدان بتقل بشكل كبير جدا. اعفان الجذور يا جماعه بيسببها العديد من انواع الفطريات اللي بتؤدي لاعفان الجذور وبالنهايه تؤدي الى موت النبات، زي ما شرحنا قبل كده وقلنا ان كل نوع من الاعفان له بعض المبيدات المتخصصه في علاجه، وفي بعض المبيدات اللي بتشتغل على جميع انواع فطريات التربه بشكل كبير جدا، شرحناها قبل كده بالتفصيل. والنهارده برضه هقول لك نبذه مختصره عن هذه المركبات اللي ممكن تستخدمها لمكافحه او لعلاج اعفان الجذور على نبات البرسيم. في البدايه يا جماعه اي رشه او اي معامله على النبات بعد الحش مباشرة بتبقى خاطئة بشكل كبير جدا. بمعنى ايه؟ الا لو انت استخدمت بعض المركبات مع مياه الري، لكنك انت تحش البرسيم النهاردة وتروح تاني يوم ترش لي عليه اي نوع من انواع المبيدات سواء كانت فطرية سواء كانت حشرية سواء كانت مغذيات، يبقى انت كده بتهلك في الفاضي وبتشتغل في الفاضي. حضرتك رشيت النهاردة تصبر على الاقل من 10 ل 15 يوم على مبدأ النبات طوله مثلا من 10 الى 15 سم، وتبدأ ترش الرشة بتاعتك عشان تاخد اكثر استفادة من الرشة اللي حضرتك بترشها. طيب ممكن ترش اي نوع من انواع المبيدات اللي بتجيب معاك اعفان الجذور وترشها على النبات من فوق؟ ممكن ترش الكلام ده على النبات من فوق. طب ايه هي المركبات اللي هترشها على نبات البرسيم عشان تكافح معاك الفطريات المسببه لاعفان الجذور؟ ممكن ترش يا جماعه رقم واحد ممكن ترش ازوكسستروبين، وده موجود في المركب اللي هو يونيفورم وموجود في امستارتوب. هتستخدم اليونيفورم يا جماعه بمعدل 300 سم لل 200 لتر ميه، يعني تقريبا بمعدل 1 سم ونص لكل لتر ميه، وهتستخدم الامستارتوب بمعدل 1 سم لكل لتر ميه. دول اللي بيحتوي على الماده الفعاله ازوكسستروبين. دي ماده من المواد الكويسه جدا اللي بتكافح معاك العديد من انواع الفطريات اللي بتؤدي لاعفان الجذور. رقم 2 يا جماعه هتستخدم كاربندازيم. رقم 3 ممكن تستخدم صيوفينات المصايل مع تولكوفوس مصايل. ما تستخدمش صيوفينات المصايل ودي اللي موجوده في الطوبسن ام، ما تستخدمهاش لوحدها عشان تكافح الفطريات المسببه لاعفان الجذور، مش هتجيب معاك نتيجه كويسه. يبقى هتستخدم عشان تستخدم صيوفينات المصايل هتستخدم صيفونات المصايل معاها الماده الفعاله اللي هي التولكوفوس مصايل. الصيفونات المصايل يا جماعه موجوده في مبيد فطري اسمه توبسن ام، والتولكوفوس مصايل موجوده في مبيد فطري اسمه ريزولكس. دول اتنين يا جماعه مع بعض ممكن تستخدمه لمكافحه اعفان الجذور. كمان يا جماعه ممكن تستخدم مركب من المركبات المحترمه جدا اللي اتكلمنا عليه قبل كده، او ماده فعاله من المواد الجيده جدا، وهي فوستيل الالومنيوم، من المواد اللي بتكافح معاك العديد من الامراض الفطريه وهي فوستيل الالومنيوم. ممكن تستخدم يا جماعه ريدوميل جولد. دي يا جماعه المركبات اللي انت ممكن تستخدمها لمكافحه الفطريات المسببه لاعفان الجذور على نبات البرسيم. طيب حضرتك رشيت الرشه دي بتاعت اعفان الجذور، تستنى بعدها بحوالي 4 أو 5 أيام وهتبدا ترش رشه منشطه او رشه مغذيه بشكل عام، وذكرتها قبل كده، هتنشط معاك الجذور وكمان تنشط معاك النبات اوراق جديده وتزود من او بتسرع لك من نمو النبات اللي موجود عند حضرتك. ده يا جماعه كان موضوعنا النهارده عن ازاي تستخدم المبيدات لمكافحه اعفان الجذور في نبات البرسيم. اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.